وللحديث بالتفصيل حول تحركات الأسواق العالمية ينضم إلينا أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا بك معنا على شاشة CNBC عربية. يعني بداية فيما يتعلق ما تترقبه الأسواق، بداية من كلمة جيروم باول أمام مجلس الشيوخ هذا اليوم ويوم غدا أيضا، وما هي التلميحات التي ستأتي في خطابه برأيك لمسار السياسة النقدية للولايات المتحدة؟ برأيك ما المتوقع من خطاب جيروم باول؟ صباح الخير سالي. نعم، يومي الثلاثاء والأربعاء جيروم باول على موعد مع الشهادة أمام الكونغرس، شهادة السياسة النقدية النصف السنوية. نعم، بكل تأكيد عندما ننظر إلى آخر عملية رفع أسعار فائدة ونبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى يومنا الحالي، يوجد بعض انقسام بين مؤيد لرفع أسعار الفائدة 25-50 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس. المستثمرين بدأوا يسعروا إمكانية رفع أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس حتى في اجتماع شهر مارس الحالي. انقسام بشكل كبير بين النبرة، هناك بعض الأعضاء دعوا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، أقصد هنا التيرمينال ريت كسعر فائدة نهائية، بينما هناك بعض المطالبات للتوقف على ذروة أسعار الفائدة حتى عام 2024. بالملخص، تجديد السياسة النقدية أو نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكية الصقورية طاغية في المجلس، فبالتالي اعتدنا على جيروم باول بالاتزان منذ مؤتمراته الصحفية الأخيرة. فعلى ما أعتقد قد يتجه جيروم باول بالتلميح على مخاطر التضخم التي لا يمكن إخفائها بالأرقام الاقتصادية. عندما ننظر على أرقام التضخم، فبكل تأكيد الضغوط التضخمية لا تزال موجودة. تقرير وظائف ممتاز، الأجور مرتفعة، PCE أو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي لا زال يسجل ارتفاعات، فبالتالي الضغوط التضخمية لا يمكن إخفائها من جيروم باول. لكن بطريقة أو بأخرى قد يدلي أو قد يدفع الأسواق إلى التلميح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس وامتصاص الأسواق بعد توقعاتها برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وهي سوف تكون تكرار لما ذكره في المؤتمر الصحفي الأخير، 25 نقطة أساس في شهر 3، 25 نقطة أساس في شهر 5، ولما لا أن يكون هناك دفع أكبر لرفع أسعار الفائدة فيما لو جاءت أرقام التضخم بشكل أكبر في الفترة القادمة، نظرا لافتتاحات الاقتصادات الصين وضغطها على التضخم بشكل أكبر في الاقتصادات العالمية. نعم أحمد، يعني لو انتقلنا إلى منطقة اليورو هذه المرة وتابعنا تباطؤ في معدلات التضخم واللي سجل تقريبا 8.5%، اليوم برأيك هل المركزي الأوروبي فعلا بحاجة لرفع مستويات رفع الفائدة لمعدلات 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل وفق ما صرحت فيه رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد؟ نعم، سواء كانت نبرة أو سواء كانت أرقام اقتصادية، على ما أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. كريستين لاغارد كانت ذكرت بأن 50 نقطة أساس شبه محتملة أو شبه مؤكدة في اجتماع الشهر القادم أو اجتماع الشهر الحالي عفوا، بينما هولزمان كان قد أكد بأن 50 نقطة أساس مهمة جدا، ولما لا أن يتجهوا برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. وعلى ما أعتقد بأن الأرقام الاقتصادية تدعم هذه النبرة، تدعم أعضاء البنك المركزي الأوروبي. 8.5% لا تزال على ما أعتقد أرقام مرتفعة جدا. حتى لو نظرنا إلى الاستيميشن أو القراءة الأولية لأرقام التضخم، فالتضخم الأساسي يسجل أرقام لا تزال مرتفعة جدا عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء. فعلى ما أعتقد أن هذه الأرقام مرتفعة جدا وتحتاج دفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من البنك المركزي الأوروبي، ليس فقط في الاجتماع الشهر القادم، لا حتى في الاجتماع الشهر الذي يليه، اجتماع شهر 5. يعني أحمد كمان عم نتبع اليوم وتراقب الأسواق اليوم فيما يتعلق بقرار بنك كندا بالنسبة لقرار الفائدة، وشفنا أنه معدلات الفائدة وصلت لحوالي 4.5%. برأيك اليوم التوقعات عم بتشير إلى تثبيت معدلات الفائدة، هل من المتوقع أن تكون هناك بداية تثبيت لمعدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية؟ نعم سالي، لو نظرنا إلى مشي البنوك المركزية أو مسيرة البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، فممكن تقسيمها إلى قسمين. بعض البنوك المركزية قد تأخرت بعمليات رفع أسعار الفائدة مثل البنك المركزي الأوروبي، بينما بعض الدول قد توجهت برفع أسعار الفائدة بشكل كبير عند بداية أرقام التضخم وارتفاعاتها بشكل كبير. هنا كندا، أستراليا، على ما أعتقد أنهم قد وصلوا إلى المرحلة الأخيرة، 10 مرات لرفع أسعار الفائدة بالنسبة لكندا أستراليا. فكندا
القاعدة على ما أعتقد سوف تتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة. أستراليا اليوم كان هناك أيضا تلميح إلى إمكانية رفع تخفيض أو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة. فعلى ما أعتقد أن بنك كندا سوف يتجه إلى التوقف برفع أسعار الفائدة. التوقف أقصد هنا ليس إنهاء دور تجديد السياسة النقدية، بل التوقف لمتابعة الأرقام الاقتصادية الأخرى وتأثير أرقام التضخم. فلو ارتفعت أرقام التضخم في الفترة القادمة، لما لا أن تعود البنوك المركزية لاستمرار عجلة رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. نعم، أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.